أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تي في. أخصص هذه الحلقة من طبيعة الحال عن سينما القطط، بمعنى كيف تعاملت السينما مع القطط ومع الحيوانات، وكيف لماذا يعمد الكثير من المخرجين على اختيار هذه النوعية من الموضوعات وهذه النوعية من الحيوانات، وكيف يتعاملون معها على المستوى النص وعلى المستوى الجمالي وعلى المستوى التقني، ولماذا يعني تكاثرت أو تناسلت هذه الموضوعات داخل السينما الدولية. هذا ما سنراه في هذه الحلقة. لا تبخلوا علينا بالتشجيع وكذلك بالدعم، وإن شاء الله ستتجدد لقاءاتنا بحول الله. القطط في السينما من التخييل إلى الأفلام الوثائقية. كان الفيلم القصير الذي يحمل عنوان القطة المريضة سنة 1903 بمثابة علامة الظهور الأول للقطط في الشاشة الكبيرة. يروي الفيلم قصة قطة مريضة تركت تحت مسؤولية طفلين صغيرين. بهذا الإنجاز الفيلمي عبرت السينما عن حضور القطط في السينما بأكثر من جنس سينمائي تخييلي ووثائقي ورسوم متحركة وسينما الخيال العلمي. في الفيلم القصير الروائي الحياة الخاصة للقط سنة 1946 من إخراج المخرجين مايا درين وألكسندر حميد، يتتبع الفيلم حياة قطتين على وشك تكوين أسرة مع الاستخدام الرائع لوجهة النظر. يبرز هذا الفيلم الإظهار حياة هاتين القطتين بطبيعة الحال وبصورة مثيرة للإعجاب، مثل تلك القطط التي تلد صغارها. لقد سكنت القطط ما يعرف الآن بإسطنبول منذ آلاف السنين، وشهدت صعود وسقوط الإمبراطوريات والمدينة تضمحل وتزدهر. هكذا يبدأ هذا الفيلم الوثائقي كيدي من إنتاج سنة 2016 وإخراج سيدا تورون، والذي يسعى إلى تصوير الحياة اليومية لآلاف القطط الضالة التي تجوب شوارع إسطنبول. يمثل فيلم كيدي انعكاسا للخلفية الاجتماعية والفلسفية وحتى الدينية التي أحاطت بقطط المدينة. فيلم بمتعة بصرية رائعة ولقطات نادرة قريبة عن علاقة الإنسان بالقطط بشكل حميمي. نمر إلى قطط السحر والشر والموضة. من المستحيل نسيان قط شيشاشر الملتوي، والذي يسلي شخصية أليس في فيلم الشهير أليس في بلاد العجائب سنة 1951، بمقترحات ومخرجات فلسفية. قط ملون سمحت له قدرته السحرية بالظهور والاختفاء حتى صارت ابتسامته العريضة بالكاد مرئية. تألقت هذه القطط في أحد المشاهد التي تنسى من هذا الكلاسيكو الإيطالي في فيلم الحياة الجميلة سنة 1960، وهو القط الأبيض الذي يؤدي شخصية مارسيلو ماستريوني عندما يمشي مع شخصية أنيتا إكريج، بعيدا عن معاقبة الهرة الصغيرة والتي تطلب السيدة الجميلة من شريكها إيجاد الحليب لإطعامها. يظهر القط الرمادي الوسيم لدى شخصية العراب كورليوني في الفيلم الافتتاحي للفيلم الشهير العراب 1972، وهذا الكلاسيكي الذي لا ينسى. يضع الأسطوري فيتو كورليوني حيوانه الأليف على مكتبه، ونحن نتابع تلك العناية الفائقة بهذا الحيوان وكيف يتعامل معه. بعد فيلم العراب تحولت موضة القط الوسيم ذي الشعر الرمادي إلى موضة في العديد من الأفلام العالمية، ترمز إلى الفخر والأبهة والكبرياء وعوالم المافيا، وماركة مسجلة لهذه المشاهد التي لا تخلو من تأتيت بحضور هذا الحيوان المدلل عند الكثيرين. كما تحولت قصص القط توم والفار جيري في السينما المتحركة والروائية إلى رسائل مشفرة تحمل أبعادا
سياسية واجتماعية. من طبيعة الحال تنوعت هذه الأفلام من القط اللص والمشاكس إلى القط الخمول، وتعددت هذه الأفلام التي منحت القط أكثر من صورة وأخرجته من الصورة النمطية باعتباره قطا مطاردا للفئران، بل إلى صورة تعكس تحوله في السينما. ففي سينما الخيال العلمي وسينما التحريك يخرج القط عن الصور النمطية المألوفة ليصبح قائد السفينة والموجه والمشاكس والمتمرد، وليصبح رئيس العصابة والماكر واللطيف والساحر والمتعجرف، وليصبح حاملا لهوية الشخص الذي يطارد الشرور وينتقم منها، بل يتحول إلى القط الميكانيكي والقط الآلي القادر على الطيران والقادر على حمل الأسلحة لمواجهة الصعاليك، والمحب العاشق الذي يعمل على إنقاذ الأرض من المخربين والغزاة والأشرار. بطبيعة الحال القط الخمول كثيرا ما ظهرت في السينما هذا القط غير القادر على الحركة والمتكاسل في العديد من الأفلام، من بينها غارفيلد للمخرج بيتر وايب، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004. لا يمكن أن تكون حياة أحلى لغارفيلد القط الذي يعشقه الجميع، على أريكة مريحة أمام تلفزيون يلتهم الأكل، ولكنه يتحول إلى ذاك القط الذي يعني غارفيلد المثالي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويسقط في براثن الشر. من طبيعة الحال نجد كذلك المرأة القطة وهذا المسخ والتحول في السينما. ففي الفيلم الإسباني القطط من إخراج توم هوبر وبطولة فرانشيسكا هايورد وإيان ماكلين وتايلور سويفت، صحيح أن الفيلم يتتبع هيكل العمل الموسيقي الذي يتمثل في تقديم القطط نتيجة الأغاني، لكن يتم تقديم القطط الإنسان في هذا التحول بطريقة فجة وبدون بعد وبدون عمق حكائي وفلسفي. بصريا المشاهد جيدة ومعبرة مع تصوير مزركش بالألوان وبإطارات تولد تطورات ومنظورات دينامية ومعبرة للغاية، لكن قصة الفيلم لا تكاد تمنحنا أي شيء، لدرجة أن بقية الفيلم لا شيء، فقط مجرد قطط أدمية ممسوخة. من طبيعة الحال فيلم المرأة القطة سنة 1992 يعتبر من أكثر الأفلام التي مزجت هذا التحول وهذا المسخ بين المرأة والقطة للانتقام من الأشرار، وبين رغبتها العاطفية وكينونتها الإنسانية. وهو فيلم يمزج بين الخيال والواقعية وبين عالم الأبطال الخارقين، ليسلط الضوء على هذا التفسير المستحق للممثلة ميشيل فايفر. على الرغم من أن تحولها يوقد الكثير من القسوة ولذة الإغراء، فإن القطة تمنح الشجاعة الكافية التي تحتاجها لمواجهة مصاعب الحياة. كان معكم عبد الله الساورة، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.